السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بتواصلي معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشاركين الحاليين والمشاركين المحتملين الجدد. ونواصل مواضيعنا فيما يتعلق بالنظام القانوني للتاجر، وخاصة القانون المغربي للتاجر، وبالتحديد غنشوفو ما يتعلق بشركة المساهمة، خصوصا طرق ديال التصفية. إذا طبيعة الحال ضمن عمليات التصفية هناك عمليات ديال التصفية إلى كل من طرق التصفية، وتعيين المصفى ووظائف ديالو، أخيرا ديال إقفال ديال التصفية. وعلى التحديد كما قلت غنشوفو طرق التصفية في شركات المساهمة، إما هاد التصفية إما هي كتكون تصفية ودية أو تصفية قضائية، وحسب اتفاق الشركاء في العقد أو النظام الأساسي على طريقتها وطريقة اختيار المصفين وتحديد سلطاتهم والعملية الضرورية لإنهاء التصفية شريطتها. لا يجافي هذا الاتفاق المبادئ الجوهرية المحددة لطبيعة التصفية، والتي تمت الإشارة عليها في مقتضيات الفصل 1069 من قانون الالتزامات والعقود. وأطلق هذا النوع من التصفية التصفية التعاقدية أو الاتفاقية، إلا أن التصفية قد تكون قضائية، وهي التي أشار إليها المشرع المغربي بعبارة: لوجود عاق أو خلاف بين الشركاء، وذلك في الفقرة الثالثة من المادة 1056 من قانون التزامات العقود، والتي ينص على أنه إذا تعذر اتفاق المعنيين بالأمر على اختيار المصفي، أو كانت هناك أسباب معتبرة تقضي ألا يعهد بمهمة التصفية للأشخاص المعنيين في عقد الشركة، فإن التصفية تتم قضاء بناء على طلب أي واحد من الشركاء. وكيتلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع المغربي هو نص بطبيعة الحال على التصفية القضائية لوجود عائق أو خلاف بين الشركاء، ولم يشر إلى تعيين المصفي من قبل المحكمة المعروضة أمامها واقعة حل الشركة. وبطبيعة الحال كان التشريع المصري في هذا المجال أكثر وضوحا، ونص في الفقرة الثالثة من المادة 534 من القانون المدني المصري على أنه في الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة، تعين المحكمة المصفى وتحدد طريقة التصفية بناء على طلب كل ذي شأن. ونفس الشيء نصت عليه المادة 139 من قانون الشركات المصري رقم 159 ديال سنة 1981. وفي نفس السياق نصت المادة 408 من قانون الشركات الفرنسي اللي ديال 24 يوليوز 1966 على صلاحية المحكمة بتعيين المصفي، وذلك عند حل الشركة، حيث كتأكد هذه المادة على ما يلي: أنه عند التصريح بحل الشركة بحكم قضائي، فإن هذا الحكم يعين مصفيا أو عدة مصفين. إذا بهذا كنكون وصلنا لنهاية العرض، على أمل اللقاء فيكم عبر قناة يوتيوب جعفر تخضري. بطبيعة الحال أعيد تشكراتي لجميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشاركين الحالي والمشاركين المحتملين الجدد. بالله التوفيق، دمتم في رعاية الله وحفظه.